اليوم نحن في الشارقة نعزز من مشروع الشارقة الثقافي الذي وضع مرئياته صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة. من خلال هذه المرئيات نحن نصل بالكتاب إلى كل زوار الإمارة وكل من يأتي إلى إمارة الشارقة بتوفير مكتبة توفر أكثر عن 1000 عنوان في مختلف لغات العالم ليقتنيها أو يقرأها زوار الشارقة وينهلوا من ثقافة الشارقة خلال تواجدهم في هذه الإمارة الباسمة. الشارقة هي العاصمة العالمية للثقافة وللكتاب وللقراءة. اليوم نحن نعزز هذا التواجد وهذه الميزة الفريدة من نوعها، وكون مطار الشارقة أول مطار دولي توضع فيه هذه الخدمة، وهذه الخدمة توفر لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط أن تكون هناك مكتبة إلكترونية متواجدة للزوار أن يقتنوا من خلالها الكتاب لمدة 21 يوماً لقراءته وتصفح هذا الكتاب مجاناً.